السلام عليكم، ازيك يا شباب؟ ان شاء الله النهارده في الفيديو ده هنعرف يعني ايه جوجل كولاب، وازاي انت لو عرفت الاداه ديت هتقدر تستغنى عن الجهاز بتاعك خالص، سواء لابتوب او ديسكتوب، او حتى لو كان الجهاز ضعيف جدا وتستخدم جوجل كولاب بدلا منه. فيلا بينا. بص يا سيدي، جوجل كولاب من اسمه هو موقع اللي عاملاه شركة جوجل. طيب ايه فكرة جوجل كولاب؟ الفكرة ان جوجل كولاب دي عبارة عن موقع انت بتخش عليه بايميل الجيميل اللي عندك، وبعد كده بيبدأ بقى ان هو يجهز لك جهاز، بيديك جهاز موجود عند جوجل. تمام، الجهاز ده قوي، يعني راماته بتاعت مثلا 12 جيجا، وكارت شاشة انفيديا، وكمان متوصل بيه حاجة اسمها تي بي يو، دي وحدة معالجة قوية جدا هنتكلم عنها بعدين. فدي كلها امكانيات هو بيديها لك. طب ليه كارت الشاشه او التي بي يو مهمين جدا في الديب ليرنينج؟ بص، الديب ليرنينج بيعتمد على حاجه اسمها ضرب المصفوفات، المصفوفه الرياضيه العاديه اللي احنا عارفينها. تمام، بس في الديب ليرنينج المصفوفات بتبقى كبيره جدا، يعني مثلا ملايين القيم بتتضرب في بعضها. فكارت الشاشه او الجي بي يو سريع جدا جدا في العمليات ضرب المصفوفات، عشان الالعاب ذات نفسها بتعتمد على العمليه ديت. يعني مثلا الجسم بيتحرك من نقطه لنقطه، او الصوره بيحصل لها دوران، كل ده عباره عن ضرب المصفوفات في بعضها. تمام كده. فانا مثلا الجهاز بتاعي كارت الشاشه اللي عليه عباره عن اي ام دي، وفي اجهزه تانية مش بيبقى فيها كارت شاشه اساسا. لو انا عايز استخدم كارت الشاشه الاي ام دي هيبقى صعب جدا، عشان اي ام دي مش متوافق مع تينسر فلو، فانا محتاج كارت شاشه انفيديا، ودي مشكله هحكي لك، يعني هحكي لك قصه حصلت معايا. كنت بذاكر كورس معين، ومعظم الشغل في الكورس ده عباره عن ديب ليرنينج، ومحتاجين كارت شاشه قوي وجهاز قوي والكلام ده كله. فلما جيت شفت المتطلبات، قال لك اول مطلوب كان كارت شاشه انفيديا، وانا عندي اي ام دي، ومش هينفع ان انا اشتغل على السي بي يو عشان هيبقى بطيء قوي. يعني كمثال مثلا حصل معايا فعلا، كنت عملت فيديو كنت بشرح فيه ازاي تتعرف على الاشياء الموجوده داخل اي فيديو. تمام، فالفيديو اللي كنت بطبق عليه الكود كان 12 ثانيه بس، 12 ثانيه، ولكن لما عشان البرنامج يتعرف على الاشياء داخل الفيديو ده خد 10 دقايق. انت متخيل الرقم 10 دقايق عشان يتعرف على الاشياء في فيديو 12 ثانيه؟ ودي بسبب ان انا كنت شغال على السي بي يو، ومش شغال على، مش قادر ان انا اشتغل على كارت الشاشه بس. فزعلت وقلت يعني اللي انا عملته كله في الاخر راح على الفاضي وخلاص، مفيش ديب ليرنينج، والوقت والجهد في تعلم بايثون ونمباي وغيرها وغيرها راح فاضي، راح على الفاضي وخلاص كده. بس ما يئستش وقلت ان شاء الله في حل. وفعلا الحمد لله الكورس كان حاطط ملاحظات بخصوص لو انت ما عندكش كارت شاشه تعمل ايه، وده هو اللي عرفني ان في حاجه اسمها جوجل كولاب، والحمد لله اتعلمته. انا شايف ان جوجل كولاب حل رهيب جدا، وانا اعتقد ان هم عاملين جوجل كولاب ده عشان يعملوا حاجه اسمها يعني تعميم للديب ليرنينج، او شبه ما بيقولوا كده ديموكراتايزنج ديب ليرنينج. ودي معناه ايه؟ ان هم بيساعدوا كل الناس تتعلم وتجرب الديب ليرنينج، حتى لو ما عندهمش الامكانيات ديت، او جهازهم ضعيف جدا، حتى لو جهاز كان من غير كارت شاشه، وحتى لو كانت راماته نص جيجا برضك هتقدر تتعلم الديب ليرنينج. لان كل الشغل بيبقى عباره عن جوه المتصفح، يعني ما بتعملش حاجه، كل الشغل بيبقى في المتصفح، كانك فاتح اي موقع عادي خالص. كل اللي عليك ان انت تكتب الكود، وانما الشغل كله وتشغيل الكود بيكون عند جوجل. تمام، وبالتالي ده مش هيأثر على الجهاز خالص، ولا حتى هيهنجه ان شاء الله. بل وفوق كل الكلام ده كله، هتلاقي كل المكتبات المشهورة متثبتة تلقائي، مش هتحتاج انت تثبت اي حاجة زي ما كنا بنعمل قبل كده، كل حاجة موجودة عندك. تمام، تكتب الكود بس وخلاص. عشان كده كل ما الناس ما بتخش في المجال اكتر، وكل ما المجال ده بيتطور اكتر واكتر، وبتلاقي تطبيقات اكتر عليه. كمثال البرمجه مثلا، يعني لما بتلاقي ناس كتير داخله في مجال البرمجه بتلاقي تطبيقات اكتر في التليفون وعلى الويب والكلام ده كله. تمام، طب ايه المعوقات بقى في جوجل كولاب؟ المعوقات كالاتي: واحد، ان انت ما ينفعش تستخدم جوجل كولاب اكتر من 12 ساعه متواصلين. تمام، بعد المده ديت هيبدا ان هو يفصلك عن الجهاز اللي جوجل اداته لك، وبعد كده محتاج انت تعمل اعاده توصيل بالجهاز ده تاني. تمام، تاني حاجة، لو انت سبت الصفحة مفتوحة من غير ما تكتب كود، من غير ما تتك على اي زرار موجودة في الصفحة، من غير ما تتفاعل مع الصفحة خالص، تمام، قدامك فترة معينة تقريبا ربع ساعة كده، لو فضلت سايب الصفحة مفتوحة لمدة ربع ساعة من غير ما تتفاعل معاها هيبدأ ان هو يفصلك عن الجهاز. تمام، انا برضك جيت دورت في الايام دي، برضك جيت دورت عن يعني ايه الوقت المحدد بالظبط ان انا ما اتفاعلش مع الصفحه، فهو قال لك الوقت بيختلف على حسب استخدامك جوه جوجل كولاب. فانا مش فاهم الموضوع قوي،
فانت خليك في الامان بحيث ان انت مثلا ما تزودش عن ربع ساعة، خليك دايما متفاعل مع الصفحة واكتب دايما فيها الكود والكلام ده كله عشان ما يفصلكش عن الجهاز بتاعك. تمام، بس كده، دي كانت مقدمة بسيطة عن جوجل كولاب، وان شاء الله الفيديو الجاي هنعرف ازاي تقدر تستخدمه وايه المميزات الرهيبة المتاحة ليه. بس فيا رب يكون الفيديو ده عجبكم واستفدتوا منه، ويا ريت لو لسه ما اشتركتش معانا في القناة تنزل تحت وتعمل اشتراك وتفعل الجرس، ولو عجبك الفيديو يا ريت تعمل لايك وتشاركه مع اصحابك، واشوفك الفيديو الجاي ان شاء الله. يلا، سلام عليكم.